حضرتك انتخبت اليوم؟ أكيد. وين تنتخبي حضرتك؟ عبدة. وين تنتخبوا؟ بيروت الثانية. حضرتك انتخبت اليوم؟ لا والله. ليه؟ صوتي ما بيقدم ما بيأخر. انتخبنا. وليه ما طلعت على الجنوب وانتخبت؟ كان صعب علي المشوار. أنا عندي شغل هلا بدي أروح انتخب. كنت مريض ما قدرت أروح انتخب. انتخبتوا؟ أكيد انتخبنا. هلا تبع جيتسير؟ صدقيني يعني مثل ما انك شايفه خلصنا الانتخابات ونزلنا نحن والشباب جمعنا وكذا. عجقت سير قد ما بدك كانت كتير 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 بس كنا مبسوطين. لا انا طلعت الساعة 6 الصبح طلعت العائلة كلها لتنتخب. كل شيء كان مرتاح. الحمد لله خلصنا وجينا نكذب. امنى حيصير هالمرة تغيير؟ بتصور انا اول مرة بصوت فمشان هيك انه عم هوبين. يا رب يكون في تغيير يجي شوية شباب. كل واحد اللهم نفسي ومحسوبيات فلان بيتبع فلان بيتبع فلان. ليش بدي اتعب بقلبي بقعد ببيتي بتفرج على البحر. وكيف كان الشعور بعد 9 سنين؟ كثير منيح. لازم الواحد يغير. لا جو حلو وعائق ورايق رواق. شعور حلو انه رجعت الانتخابات ويختار الواحد النائب اللي بده اياه. يعني التغيير اللي متامله يفهم الشعب اللبناني مين اللي عم يحمي لبنان. مزبوط. اول مره بنحس انه هذه انتخابات ديمقراطيه. بده يصير في تجدد ولا البلد انهار. يعني احنا كنا ناطرين هاللحظه لانه صار لازم يصير في تغيير. البلد كان مخطوف 9 سنين وهلا اجى الوقت وبتاسف انه في كتير عالم مستسلمه.